أهلا بكم في هذا العدد الأسبوعي من الحدث، نتناول فيه أبرز أحداث الأسبوع الماضي في الجزائر. كان الأسبوع حافلا مرة أخرى بالعناوين المثيرة للجدل بل الحيرة والدهشة، من بينها تصريحات سريالية لوزير التجارة بختي بالعيب الذي اعترف بأن مافيا تغولت عليه وعلى وزارته وزورت توقيعه وأنه لا يستطيع حتى غلق بيتزيريا. مافيا استطاعت أن تلغي في ظرف 24 ساعة قرارا أعلنه بالعودة لاستيراد السيارات المستعملة. من عناوين هذا الأسبوع الماضي كذلك ذكرى 19 لمجزرة بن طلحة الرهيبة التي تعود في الجزائر، لا يبدو أنها تعلمت دروسها. وفيما يستمر الجدل الذي بدأ إلهائيا عن أخطاء وزيرة التربية نورية بن غبريط، أظهرت آخر المؤشرات المالية مدى خطورة الوضع في البلاد، ومن أبرزها إفراغ صندوق ضبط الإيرادات. أسبوع حافل بالأحداث التي حظيت باهتمام المتتبعين والمواطنين على السواء، وعاد دور بطولة مسلسل الأحداث في الجزائر هذا الأسبوع عن جدارة واستحقاق لوزير التجارة بختي بالعايم، وهو ينشر غسيل وزارته خارج الساحة المخصصة لذلك، ويشتكي للمواطن ضعفه وقلة حيلته أمام تغول رجال الأعمال والفساد، وقال إن أحد النافذين أدخل سلعة عبر الموانئ لم يكن مسموحا بدخولها. يصل السيد هذا حتى المقر وزارة التجارة اللي مناس يقولوا هذوك لي برودوي ندخلهم ورب كبير الوغ لي برودوي تي بلوكي اي بلوكي بار ان كونسنسوس جينيرال دي جي اس ان دو سا. هو كي قال هذاك الكلام صدق صحيح لي كونتينر اون كيتي. واعترف أيضا أنه عجز عن غلق محل للبيتزا، وجاءت تصريحاته عقب الأخبار المنتشرة بخصوص السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات والإلغاء المفاجئ لهذا القرار مثل ما جاء في تصريح الوزير. وأثارت تصريحات وزير التجارة ردود فعل لم تكن منتظرة من قبل زميله في الحكومة وزير العدل الطيب لوح، الذي وجه رسالة مباشرة لزميله مفادها أن الدولة لا تسير بالتصريحات، وأن من يملك ملفات للفساد عليه التوجه للعدالة. من له ملف يتعلق بالفساد ويساعد العدالة ويساعد المجتمع في محاربة الفساد ويساعد كل الهيئات والحكومة في محاربة الفساد، وأقولها أمام الملأ، فالنيابات الجمهورية مفتوحة. وكان لرجل الأعمال يسعد ربراب ردة فعل أيضا، طالب من خلالها المسؤولين على مؤسسات الدولة بالسماح للمستثمرين بالتصنيع في الجزائر. La solution c'est laisser les Algériens produire. C'est là la solution. شهد هذا الأسبوع أيضا الذكرى 19 لمجزرة بن طلحة التي عرفتها ليلة 22 إلى 23 من سبتمبر 1997، وراح ضحيتها قرابة 400 جزائري حسب شهادات مختلفة، في الوقت الذي أشارت إحصاءات رسمية أن عدد القتلى لم يتجاوز 200. وفي كل الأحوال فإن التاريخ يسجل فظاعة الجرم الذي تمثله هذه المجزرة، وأن النسيان ليس في القائمة المتاحة أمام المواطنين والباحثين، ناهيك عن ذوي وعائلات ضحايا هذه المجزرة. ورأى الكثير من متتبعي الساحة السياسية هذا الأسبوع أن هذه التصريحات والتصريحات المضادة دليل إضافي على الضعف الكبير الذي يميز أداء الحكومة، فيما ذهب البعض إلى اعتبار هذه التصريحات دليل قطعي على شغور منصب القاضي الأول في البلاد، مبررين هذه التأويلات بعدم قدرة الوزراء على الإدلاء بهكذا تصريحات لو كان هناك رقابة فعلية من قبل القاضي الأول في البلاد. تقرير عبد الحي عبد السميع معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. الدكتور أنور هدام رئيس الحركة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية. دكتور أنور هدام، لنبدأ قبل أن نبدأ ربما بهذه العناوين، تطور اليوم خبر قبل ساعات في اصطدام قطارين في بومرداس والضحية
وأكثر من 70 جريح، يعني مرة أخرى حادث في الجزائر. قد تحدث هذه الحوادث في كل أنحاء العالم حتى في دول متطورة، ولكن هناك من يخشى ربما الخوف الأكبر عن قطار اسمه الجزائري لأين يتجه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام، وشكرا على الاستضافة. هذا المؤشر حقيقة خطير حول الوضع الكارثي التي تعيشه الجزائر بصفة عامة. يعني صحيح أن الحوادث هذه تحدث يعني في مختلف الدول حتى الدول المتقدمة، لكن ذلك تحقيق من أجل تفادي تكرار الخطأ الأخير. ونحن في بلدنا ما في تحقيق، ما فيه متابعة، ما فيه مساءلة، يعني هذه المصيبة. أولا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع عائلات الضحايا هذو ومع الضحايا إن شاء الله. ولكن حقيقة الآن الأوان أن الذين يزالون يدعمون هذا النظام بهذه الطريقة عليهم أن يستفيقوا. أنا الأوان لإحداث التغيير الحقيقي يعني السلمي، حتى يعطوا الفرصة للشعب ليختار من حقيقة يمكن أن يقوم بمهامه ويحافظ على مصالح الشعب. يعني هذه النقطة الأساسية حقيقة، يعني سوف نرى في خلال النقاش إن شاء الله تعالى الحصة. يعني هذا الأسبوع مرت ذكرى 19 لمجزرة بن طلحة، ما زالت الأسئلة تطرح حول هذه المجزرة، شهادة نصر الله يونس الناجي من المجزرة، وفي كتاب يعود إلى سنة 2000 يقول بأنه كانت مرتبة وتمت تحت أعين الجيش الجزائري في منطقة مليئة بثكنات. في مقابل رواية أخرى برزت ظهرت هذا العام، الجنرال عبد الرزاق المتقاعد جنرال عبد الرزاق بعيزة كان أحد قادة الناحية العسكرية الأولى، يقول القصة مرتبطة بتصفية حسابات بين الجماعات مسلحة وفيها حتى المال، ومن استهدفوا في بن طلحة كانوا من أنصار الجيش الإسلامي للإنقاذ بشكل خاص، عائلات الذين فروا من المدية. ما رأيك؟ والله أولا هذا الكتاب الحق مهم، وأنت ربما تتحدث عن هذا الكتاب، يعني هذا نعم لو كاميرا تقدر تشوفه. يعني في حقيقة الأمر كانت في البدايات اللي بدأوا الناس يتحدثون، بدأوا الناس يتكلموا حول هذه الوضع الكارثي التي كانت تعيشه الجزائر، وهذه المانيبولاسيون تاع لا فيولونس، التوظيف العنف هذا لمآرب سياسية، حيث كان الانقلابيون يريدون تأليب الرأي العام ضد خيار الشعب وضد المطالبة بالرجوع إلى خيار الشعب إلى آخره. فتمت حقيقة مجازر كبيرة، وهنالك الحديث والحديث المضاد، نحن الذي نطالبه والسوف لن نتخلى عن هذا المطلب، وهو استعادة الحقيقة الكاملة حول كل تلك الجرائم والمجازر والاختفاء القسري هذا والحريق في الغابات إلى آخره، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم، وحتى رد المظالم للناس، وحتى يعني طي هذه الصفحة المؤلمة لتاريخنا. وهل يعني لما نرى حسب هذه الشهادات وشهادات أخرى، يعني هل هذه هي الخبرة الجزائر في محاربة بما يسمى بالإرهاب؟ الجزائر يعني النظام الانقلابي صنع الإرهاب، وهو الذي صنع هذه الكارثة في بلدنا. ولكن نحن مع التحقيق الشفاف، وسوف يتم ذلك، ربما الوضع يتطلب تأجيل إلى أن يقوم التغيير إن شاء الله وقيام دولة القانون، ويكون ذلك في إطار القضاء المستقل، وهنالك سوف تتبين. لأن العيب في كون أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر الذين كانوا من وراء هذا الوضع، أو كانوا على لنقول حتى نقول نيوترال كما يقال، ليكونوا كانوا مسؤولين عن الجزائر، وحدثت هذه المجازر، وإلى اليوم هم لا يزالون يعارضون أي تحقيق شفاف وأي مساءلة وأي استعادة الحقيقة الكاملة، وهم يعتبرونهم كخبراء في محاربة الإرهاب. ف
فهذا أمر خطير جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلهم مرة أخرى هؤلاء الذين هم في السلطة بيدهم السلطة الفعلية أنه كفى من هذا الوضع. النظام هذا ورأينا حتى في الوضعية الاقتصادية، في الوضعية لوزير التجارة وكذا، الوضع خلاص، الوضع يتطلب تغيير حقيقي الآن. سنأتي إلى ذلك دكتور أنور هدام. ينضم إلينا في النقاش من الجزائر طار بن بعيبش رئيس حزب فجر جديد. أستاذ طار بن بعيبش، ما رأيك؟ حادث مؤسف اليوم، اصطدام قطارين، ليست المرة الأولى لما يحدث هذا، حادث عادي أم أنه مرة أخرى يعني غياب المحاسبة ويجعل هذا تكرار هذه المشاهد؟ وربما ما رأيك في من له رأي آخر أنه الخوف الأكبر الآن حتى وإن كان هذا حادث يحدث في كل أنحاء العالم بما فيها الدول المتقدمة عن قطار الجزائر ومخاوف من اصطدامه مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاحتقان الذي تعرفه البلاد؟ شكرا الأخ جمال. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل المشاهدين. أولا تعليقي على يعني هذا الحادث، أنا بالنسبة لي نظرا لوضعية الجزائر في المراتب التي تحتلها بالنسبة للحوادث، هذه حادثة مثل الحوادث التي تقع عبر الطرقات، لأنه لا تنسى الجزائر هي المرتبة الرابعة عالميا في حوادث الطرقات، حوالي 4000 يعني وفاة كل سنة، ويعني ضحايا كثير يعني جدا بالنسبة للإعاقات وما يشبه. لكن المشكل الأساسي في نظري، طبعا احنا دائما رغم هذا نحن ندعو للمحاسبة وندعو للشفافية، ولازم كل مسؤول توضع أمام مسؤوليته، لكن أنا أرى أن مصيبتنا أكبر يعني من حادث. نشوف أن البلد يعني الآن وضعية البلد تزداد خطورة مع تفاقم الأزمات المتعددة بالنسبة للجزائر، وهذه التصريحات الأخيرة مثل المتناقضات والتراشق بين وزراء الحكومة الواحدة يظهر لي أنه دليل على أن النظام يعيش يعني يعيش الآن في اللحظات الأخيرة يعني تاعو، لأنه ما كان مستور طفائي للسقف، وأصبح الوزراء يعني لديهم شجاعة كبيرة باش يعني الصحافة ويقومون بالصراحة. هو طبعا كما اعتدنا في الجزائر كل ملف يطرح إلا ويأخذ تحت الطاولة فيما بعد من طرف مسؤولي أعلى. لكن أنا اليوم كذلك بالنسبة مثلا لأخ وزير التجارة، أنا نعرفه. طيب سنأتي إلى وزير التجارة أستاذ بن بعيب، سنأتي إلى وزير التجارة، ولكن على ذكر التراشق وهذه الجزائر والضحايا، ما رأيك في من ذهب في موضوع مجزرة بن طلحة وصيف المجازر وخريف المجازر في المجازر في 97؟ قال أنت كنت أنا ذاك أمين عام للأرندي ومقرب من الجنرال بتشين. هناك من ذهب مذهب القول بأنه كانت حرب لي ذراع لي زروال الرئيس أنذاك اليمين زروال باستهداف بحملة إعلامية الجنرال بتشين وبحتى هذه المجازر في بن طلحة والرايس وغيرها. ما صحة هذا الكلام؟ هناك من ذهب هذا المذهب، هل هذا الكلام فيه منطق معين للدرجة؟ نظرا شوف لخطورة يعني لخطورة الوضعية والمسؤولية كذلك، أنا لا أقول إلا ما أعلمه، لا أستطيع أن أتفوه بأي كلمة في تلك القضية، ولا أستطيع أن أتهم يعني طرفا بالنسبة للموجودين آنذاك على الساحة الوطنية، لا أستطيع. أنها المهم مجزرة بالفعل وقعت وضحايا كثيرون، وهناك أسئلة كثيرة يعني تطرح، كل واحد طرح أسئلة، لكن أنا بالنسبة لي الأهم من ذلك، ماذا استفدنا من ضحايا 200,000 ضحية خلال 20 سنة الماضية؟ 19 فقط، 92، 2002، 2012، ولا زلنا في نفس الوضعية. ما الفائدة؟ ماذا استفادت الجزائر من هذه يعني جزائر لم تتعلم؟ نخرج من هذه الأزمة. جزائر لم تتعلم دروسها؟ جزائر لم تتعلم دروس التاريخ؟ طبعا لا أقول لم تتعلم دروسها. المشكلة أنه في هناك مافيا كما يتكلم عليها المجموعات، هناك مافياويات تدفع البلد
دائما نحو الهوية، لا تريد الاستقرار، لا ترغب في الشفافية، لا ترغب في النزاع، ولا ترغب في أن الشعب يصل صوته لتسير هذه الدولة. المشكل كبير لأن الدولة برمتها الآن في خطر. نحن نرى أن الآن وأحقا من ذلك نتبع يعني الوزير الأول الأخير في زيارة الغرب يقول نحن واعينا بخطورة الوضعية، وصندوق ضبط الإيرادات ضرنا قايمين بدراسة معينة وما يتمش من إلى خارج 2019، هذا شيء خطير. يعني الجزائر تنتهي من 2019. طيب ما أنه هذا الصندوق الآن هذا الصندوق آخر خبر يقول بأنه تم إفراغه تقنيا. خليك معنا، سنعود إلى هذا الصندوق والقضايا الأخرى سيد طالب بن بعيبش، لكن دع قبل ذلك دعنا نشرك معنا في النقاش دكتور سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. دكتور سفيان جلالي، اللي نبدأ به بالتاريخ، هناك مقولة في تاريخ الشعوب إن كنت لا تعرف من أين تأتي بالتأكيد لن تعرف من أين تذهب. هذا الأسبوع ذكرى واحدة من أفضع المجازر التي عاشتها الجزائر. هل الجزائر تعلمت دروسها؟ ما زالت الحقيقة حول هذه المجزرة، مجزرة بن طلحة، يعني غائبة؟ يعني نظريات، روايات، مختلف الروايات، ربما أنت سمعت كذلك بهذه الرواية، من هناك من ذهب حتى إلى القول أنه كانت تصفية حسابات، كانت استهداف، خاصة تصعيد المجازر آنذاك، ربما من فريق ضد في السلطة، ضد اليمين زروال آنذاك، بهذه المجازر وبحملة غير أخلاقية حتى لو تذكر معنا في الصحافة، في صحف بعينها، على بتشين آنذاك مستشار اليمين زروال، أدت في النهاية إلى استقالة زروال. مساء الخير، تحياتي لكل المشاركين. بحقيقة من صعب جدا باش يعني نعطي رأي، والمعلومات قول مفقودة في الحقيقة. نعم كانت مرحلة صعبة في الميدان، كان هنالك يعني نشاط ما بين قوسين إرهابي كثيف، وكان رد فعل قوي جدا من قبل الأسلاك الأمنية. كلنا نعرف أن هنالك تجاوزات، واللي نقدر نقول هو أنه في مثل هذه المجازر على الأقل أنه يعني الأسلاك الأمنية لم تقوم بكل الواجب، وما قدرتش يعني تحمي المدنيين وتحمي النساء والأطفال إلى آخره. فهنا يبقى مشكل مطروح الآن، هل هذه العمليات كانت مدبرة و يعني دخلت في منطق صراع؟ هذا ما ندخلوش في تأويلات، لأن أنت تعرف أنه في الجزائر من السهل جدا التفكير المؤامراتي، يعني مباشرة عندما المؤسسات أو الرجال يخفقون مباشرة نذهب إلى البحث عن المسؤول، إما من وراء البحر، إما من وراء الأيدي الخافية إلى آخره. فالأحسن أنه في هذا يعني الحوادث الأليمة واللي خلات يعني البصمة نهائيا في الذاكرة الوطنية، أن المؤرخون ويعني الناس اللي تكون عندهم كل المعطيات باش يخرجوا الحقيقة للشعب الجزائري في الوقت المناسب. طيب، ولكن الحقائق ما زالت، هل الجزائر تعلمت مرة أخرى دروس أنه تلك المجزرة الفظيعة ما زالت الحقيقة حولها غائبة؟ يعني ضحايا ب400 ضحية، واختطاف النساء كذلك، وقتل الأطفال بطريقة بشعة. أنت تعرف أكيد، طلعت على رواية نصر الله يوسف في كتابه من قتل في بن طلحة، وقائع مجزرة معلنة، في مقابل رواية أخرى مضادة ظهرت هذه السنة عبد الرزاق معيز الجنرال المتقاعد، بأنه تصفية حسابات بين جماعات مسلحة، واستهداف من استهدفوا في بن طلحة بشكل خاص هم عائلات من كانوا في الجيش الإسلامي للإنقاذ وفروا من المدية إلى بن طلحة. نعم، في الحقيقة في سؤال تعك، هل الجزائر تعلمت من هذا وأخذت دروس يعني من هذه الأحداث الأليمة؟ نظن في كلمة الجزائر هنالك على الأقل يعني جهتين. إذا نشوف من جهة الشعب، نظن أنه الشعب أخذ الدرس، والآن حتى ولا كاين
نوع من نقول ثقافة العنف، ولكن من ما هيش بنفس الطريقة. الآن ما كانش حركة سياسية أو يعني حركة لتدفع بالعنف المنظم، هذا من جهة لأن الشعب خلاص انتهى ما يقبلش العنف الممنهج. من جهة أخرى الطرف الثاني وهي السلطة. السلطة هي للأسف لم تتعلم بالدروس، ما زلنا نفس الأخطاء، ما زال نفس النظام الاستبدادي، ما زال نفس النظام ينعشعش فيه كل الفساد ويعني سوء التسيير والخطأ الكبير يعني في الاقتصاد. ما زال نظام ضعيف جدا من الداخل لأنه ما عندوش شرعية، ما زال يزور الانتخابات، لا يستعرف بحقوق الإنسان وحقوق الجزائري وحقوق المواطن. فالنظام لا يعني يتعلم من الدروس، وهذا اللي راح يؤدي بنا إلى مرحلة كارثية اللي هي أمامنا. طيب ابقى معنا دكتور سفيان الجلالي. دكتور أنور هدام، أعود إليك إلى ما اعتبر يعني تصريح الأسبوع، تصريح وزير التجارة بختي بالعيب، تابعت ربما في التقرير جزء من التصريح، يعني يتحدث عن مافيا تغولت فرضت نفسها عليه وعلى الوزارة، عن مستورد عنده كتاف مثل ما قال الوزير فرض منطقه في النهاية، وأن الوزير يعترف بأنه لا يستطيع غلق محل بيتزيريا. هو أولا لو سمحت دقيقة يعني مش بس ولكن للتأكيد أننا صحيح مع إرجاء الموضوع استعادة الحقيقة كلها حول كل الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الشعب، ولكن هذا ليس قول على أساس الجمهور المؤرخين، وإنما نريد دولة أن مسؤوليتها. لذلك نحن نتحدث عن دولة المستقلية، دولة القانون والقضاء المستقل، لأن هناك جرائم بشعة حدثت ذلك من يعتر إلى يوم. طيب هذا دكتور أنور للأسف الخط يتقطع، سيحاول الزملاء العودة إليك نصلح الخط ونعود إليك، ابقى معنا لو سمحت. أعود إليك سيد طاهر بن بعيبش إلى بختي بالعيب. تقول أنت تعرف الوزير بختي بالعيب، هل فاجأتك أدهشتك تصريحاته؟ بختي بالعيب يعني معروف يعني رجل يعني متحضر نوعا ما، خفيف الظل، لا يقبل بمثل هذه الامور، ومن الاسباب التي جعلته ربما خرج من الحكومه في وقت ما. التصريحات اللي قدمها الان يعني تصريحات خطيره جدا، خلينا نخاف يعني يصبح وزير يعني مافيا الوادي. علاش مافيا؟ لان اي نظام عندما يضعف نظام ما تكونش عنده قوه باش يقدر يواجه، يصبح يعني سيد المافياويات، المافياويات اللي تتحكم في امور الدوله، تتحكم في الاقتصاد، وما فيش اقتصاد لكن تتحكم في الاموال الموجوده، تتحكم في المؤسسات. فهذا النظام يخاف من هذه المافيا انها تقدر تزج بالبلد في متاهاته وسوف تسقطه، وبالتالي يستجيبون لمطالب المافيا. وعندما تسقط دوله وما يعني نظام هي الدمافيا ضغطنا نتحنا وننتظر نهاية. أنا بالنسبة للتصريحات يعني يقول لك أن هناك يعني سلع يعني خطيرة غير مرخص بها خرجت من ميناء الجزائر ورغم التدخل نتاعه خرجت، وشكون هذا المسؤول الكبير اللي يضغط عليه باش يخرجها؟ يعني المسؤولين هذوك اللي يسيروا في الدولة أصبحوا هم خطيرين على الدولة هذه نفسها. وما كان أنا شخصيا أنا تمنيت من الآخر بختي بن عيد يقدم استقالة ويخرج ويبقى كما ألفنا أحسن، تبقى صورته نظيفة وتبقى مين هذا الموش. إذا كان مصبح وزير ما يقدرش يغلق في الجيريا، وزير يكشف حالة وما يقدرش يتحكم فيها، فمن يعني انتهى الأمر. ما بقاش شيء الآن ينتظر من هذه الحكومة، ومن قبل هو وزير السياحة، ومن قبل كاين وزراء كثير يعني اللي قدموا تصريحات خطيرة، لكن وزير العدل يقول وزير العدل يقول اللي عنده يعني اي اتهامات يتقدم او اثباتات على الفساد فليتقدم الى العدل. هذا كلام سمعناه من قبل يعني من طرف الرجل الاول في الدوله، رئيس الجمهوريه ذاك مره
رد على الأحد يعني أحد الوزراء معه يتكلم عن ملفات الفساد وكذا وطالبوا أمام الملا بيدخل، لكن إحنا نعرف بالمتقدمة دي الملفات والملفات الموجودة على عينيك تبوهاش، هم لديهم ملفات يعني قناطير مقنطرة بالملفات ويعرفونها جيدا، لماذا لم يقدموا لها؟ وبالتالي هذا كان يعني بالنسبة لي الاستهلاك. ما طيب هل الصراع شعر المواطن الجزائري، هل الصراع بين أبو يحيى وبختي بالعيب كما تنقل الصحافة، وأنت تعرف الرجلين كذلك للاستهلاك العام في الأرندي؟ أبو يحيى يتناول الكلام من أجل الاستهلاك، لكن بالعيب مسؤول على كلامه، الفرق كبير بينهم. جميل. بالعيب يتكلم يعني الشيء اللي يشوفوه والشيء اللي راه في موقعه، لكن ويحيى بالسابق يعني تهم الناس كثير، تهم المعارضة بالخيانة البرة، تهم أحزاب، واليوم نشوف نقول باللي أصحاب الباسبورات والأرصدة وفي البنوك يهدوا الجزائر، يعني كلام غير مفهوم غير مسؤول يعني ذاته. طيب من يقصد في اعتقادك؟ شوف يتكلم نعم. من يقصد ويحيى في اعتقادك بأصحاب الباسبورات؟ وأنهم عندهم إقامات في الخارج وبنوك ومواقع وحسابات في الجزائر في الخارج، هل يمكن أن يقصد بوشوارب اللي قال عليه مرة لا تذكر ذلك التصريح وأخطأ فيه؟ أدري من يقصد، ربما يقصد يا سعداني مثلا، ربما لا يقصد أحدا، يقول كلام ويكون كلام من أجل الإثارة فقط. طيب لا يقول كلام من أجل الإثارة، ما هو كذلك مرت ملفات يعني ملفات تشيب الربيع يعني مرت ملفات ميدو وما قدرش حتى باش يمس فيها، ولهذا اليوم كي يعني اصبح تراشق بالكلام وكل واحد يحب يزيد على صاحبه، وبالتالي يعني في الان احنا كنا التفكك اللي يعيشوا النظام هذا الان اصبح يعني في الشارع. طيب خليك معنا استاذ طاهر بن بعيد، باش عاود لك دكتور انور، تفضل كلمه لك دكتور انور هدام. استعادة الحقيقة، نحن نقول بأن هذه مسؤولية الدولة، لأن هناك جرائم بشعة ارتكبت في حق الشعب، وأنه ينبغي من معرفة الحقيقة لحتى لا تتكرر هذه الجرائم، وحتى يتم فيه يعني رد المظالم وطي هذه الصفحة، ولكن هذا لا يمكن قبل ربما وهذا الوضع المؤسف تاع الجزائر في غياب دولة القانون وفي غياب يعني السيادة الشعبية، فلذلك نحن نؤجل هذا الموضوع، ليس حتى نمد للمؤرخين، هذا ليس أمر مؤرخين هم يحبوا يديروا الأمر، هذا ما هيش مشكلة، وإنما حتى يقوم فيه التحول الديمقراطي وتكون فيه دولة القانون والقضاء المستقل، هنالك سوف يتم استعادة الحقيقة بإذن الله تعالى. إذن هذا حتى نكون واضح في الموضوع يعني. أما بالنسبة لسؤالكم على التصريحات هذه، أنت والله هذه صراحة أنا نشوف بأنها رأي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الطريقة التي تعين يتم فيها تعيين الوزراء في الجزائر بدأت تنكشف يعني، وفي غياب يعني وفي نوع بداية فشل هذا النظام، وكما قال السمهري الله يرحمه شاخ النظام هذا حقيقة، فبدأ كل واحد يغني بغناه يعني في حقيقة، لأن هذا يدل على أنه ليس هناك، وهذا دليل لأنه ليس هنالك مجلس وزراء، ليس هنالك منسق ما بين هذا الوزراء الوزير الأول أو رئيس حكومة كيف يسموه الآن في البلد، لأنه هو من المفروض يقوم بهذا التوزيع، ليس يكون فيه تبادل المعلومات وتبادل الكلام بين الوزراء عن طريق الإعلام، بل لازم يكون فيه مجلس وزراء وتناقش في هذه الأمور، فهناك غياب تام لمؤسسات الدولة، هذه المصيبة، وكل وزير إلا وعين من قبل يعني جهة معينة لها السلطة، لها يعني تأثير على 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 ما مجرى الأمور في البلد، ومع الأسف الشديد لأن من المفروض رئيس البلد هو الذي مسؤول على الجهاز التنفيذي، وهو الذي مسؤول، هو الذي يختار من يكون معه في الجهاز التنفيذي حتى يكون فيه انسجام، وهو الذي يحاسب ككل كمان اكزيكوتيف، هم كلهم يحاسبوا عن هذا الفشل يعني. فهذا الذي نراه الان في الجزائر غريب صريحه كما جاء في تقريركم يعني، غريب ان وكان هؤلاء وزراء تاع معارضه مش وزراء اللي راهم في السلطه يعني. طيب هذا غريب يعني. خليك معنا دكتور انور هدام. دكتور صوفيان جلالي، ما رايك في تصريحات بختي بالعيب لا يستطيع غلق بيتزيريا
تم تزوير ختمه وأن أصحاب الكتاف ومافيا فرضت عليه وعلى الحكومة وعلى من المفروض عين بختي بالعيب مثلا تراجع في 24 ساعة على قرار استيراد سيارات المستعمل. نعم، هذه نتيجة منطق السلطة اللي جا بها النظام البوتفليقي، لأن الخلل ماهوش إلا في سنة 2016، الخلل بدأ في 99، لأن منطق النظام البوتفليقي هو غياب أو تغييب كل المؤسسات ويعني إبعاد كل الشخصيات السياسية اللي عندها يعني روح المسؤولية وعندها رؤية، لأن المنطق المعمول به هو كيفاش البقاء في السلطة مهما كان الأمر. فالرئيس بوتفليقة استعمل التناقضات ما بين الرجال وإبعاد كل إمكانية بروز سياسيين جدد أو عندهم قيمة. فاليوم بعد ما رد بوتفليقة كان من المنتظر ومن المنطقي أن نسقط في فوضى عارمة، وهذا ما يعني كررناه العديد من المرات منذ 2014. العهدة الرابعة كانت حتما تؤدي إلى يعني فوضى عارمة داخل الدولة، وهذا اليوم نشوفه، لأن كل من حول الرئيس بوتفليقة كان يعني داخل السلطة لأن عنده الولاء لرئيس ما راهش مسؤول لأن عنده قدرة للتسيير أو طيب. ولكن كيف تفسر هؤلاء الوزراء اللي عندهم ولاء، كيف تفسر أنه جدل في الجزائر كبير من ينتقدون الرئيس بوتفليقة ولكنهم يدافعون بشدة عن بن غبريط مثلا والذي عينه؟ الآن ما بقاش يعني الرئيس خايب تماما، وكلنا نعرف أنه هنالك شهور منصب والسلطة تفجرت من الداخل ومراكز السلطة متعددة، فالآن الصراع أصبح داخل السلطة وداخل النظام. هذا اللي كنا نقوله، يعني الخطر هو انهيار النظام وجر معه كل الدولة، وهذا هو خطر كبير كما شفنا في ليبيا ولا في سوريا عندما النظام يسقط ويكون خلط ما بين النظام والدولة، في نهاية الأمر حتى الدولة تسقط كذلك. الآن هنالك صراعات إيديولوجية، صراعات سياسية، ولكن أكبر صراع هو حول السلطة وخلافة بوتفليقة. فهنالك مراكز متناقضة ومتناحرة، والهدف الأساسي هو يعني التحكم في قلب السلطة. والذي يستمع إلى وزير الرياضة مستقبلا شباب الرياضة مستقبل الوفد الجزائري الذين شاركوا الجزائريين الأبطال الذين نحييهم بالمناسبة في البارا أولمبيك الذين حققوا نتائج باهرة في الألعاب البارا أولمبية في ريو دي جانيرو، ووزير الشباب الرياضة يقول هؤلاء أن الرئيس يحييكم وأنه وتابع عن قرب كل إنجازاتكم. يعني الرئيس يتابع، ومن يتحدث عن ما بعد بوتفليقة يبدو أنه يبالغ بحسب الوجه. سي جمال، أنا أظن أنه هذا كلام فارغ وما يستاهل التعليق. هذه الوزارة ولا الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي أو المجلس الأمة كلهم يكذبون على الشعب. ليست هنالك رئيس يقدر يتكلم ولا يخاطب الشعب ولا ياخذ قرار ولا يدرس ملف ولا طيب. على بال ولا على وعي ما يجري طيب. هذا كذب ما يستحقش التعليق. طيب، سؤال اخير، هل هناك وعي بما يجري على المستوى المالي؟ الان صندوق ضبط الايرادات في اخر المعلومات انه خلاص انتهى، خلاص الشكاره خلصت، يعني تقنيا بقى فيه 700 مليار، يعني تكنيكمو بمقاييس الحكومة لم يعد هناك أموال في صندوق ضبط الإيرادات. نعم بالضبط، الحقيقة هو العجز المالي حوالي 30 مليار دولار سنويا أو أكثر ربما، وانتهت إمكانيات يعني صرف هذه الأموال، فكل السلطة في ارتباك، ولذلك هنالك تخوف. ونشوف كيفاش حتى مدير الديوان يتكلم
يعني بخطاب جديد وهو يهاجم، انا اظن انه يهاجم الخصم نتاعو وهو تعداني، لان بعد ما داروا يعني القانون الاخير حول الانتخابات لاقصاء كل الاحزاب لان ما كانش امكانيه رقابه الانتخابات الى اخره، الان قعدوا راس لراس الارندي والافران، فالصراع دخل ما بينهم، فهذا كان ضد سعداني. ولكن ماذا عن بوشوارب اذا كان ماذا عن بوشوارب الذي كان يدافع عنه ويحيى؟ لا، ويحيى دافع عن بوشوارب، وبوشوارب اطار في الارندي اطار ثاني، وكان مدير ديوان الامين العام ويحيى في الارندي، ويحيى يدافع على بوشوارب رغم انه بوشوارب متورط في بنما بيبرز وعنده يقولوا الجنسيه الفرنسيه، فظن انه يحيى ماهوش يعني نزيه ويتلاعب يضرب بهذا الكلام الخصم ولكن يدرق على الحال. طيب شكرا جزيلا لك دكتور صفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، ينضم الينا في النقاش من الجزائر فاروق تيفور القيادي في حركه حمص. فاروق تيفور، ما الذي لفت انتباهك هذا الاسبوع في عناوين هذا الاسبوع في الجزائر؟ هناك من هزهم في التاريخ، ما زالت تهزهم هذه الفاجعه، فاجعه مجزره بن طلحه التي ما زالت لا سيلة حولها تطرح، وحول الجزائر التي لم تتعلم الدروس، وأيضا عنوان مفاجئ مدهش لتصريح بختي بالعيب وزير التجارة. والله هذه المجزرة يعني هي واحدة من المأساة التي حدثت في الجزائر، وأعلنت يعني السلطة على لسان بوتفليقة أن العدد يعني يفوق 200,000 قتيل في مأساة وطنية وحرب أهلية يعني عاشها الشعب الجزائري، وأدمت يعني قلوبهم وأدمعت عيونهم، وهي طبعا كل هذه المجازر سواء في بن طلحة أو الرايس أو في الرمكة أو في كل ما كان يحدث في الجزائر آنذاك، خاصة أن القضية لم تخضع إلى يعني تحقيق نزيه ونظيف لنعرف يعني المسؤولين عن هذه القضية وعن هذه المجازر التي هي مدانة بكل منطق، بالمنطق الديني والمنطق القانوني والمنطق القضائي والمنطق الإنساني. والإرهاب الذي برز يعني في هالآونة الأخيرة يشبه يعني ذلك الإرهاب الذي كان حدث، سواء أعطيناه اسم إرهاب الجماعات المسلحة أو إرهاب الدولة. لذلك فهذه القضية بالضبط وقضايا أخرى تحتاج إلى معلومات ولا تحتاج إلى تحليلات اليوم، لأننا الآن يعني بيننا وبين هذه الحوادث الأليمة والتي ألمت بالجزائريين آنذاك، بالأسر والعائلة الجزائرية آنذاك، لها الآن عقدين من الزمن، فهي لا تخضع في الحقيقة للتأويل أو التحليل، ولكنها تحتاج إلى المعلومات وإلى التحقيقات التي تكشف المسؤولين وتعاقبهم وترد المظالم إلى أهلهم. هذه بالنسبة لهذه الفاجعة التي يعني عشناها، وأصبحت هذه وغيرها اليوم يعني فعلا يعني أن النظام السياسي الجزائري وإن كان تعامل مع هذه القضية بمعاملة يعني المصالحة التي يعني لم تستكمل إلى اليوم، واستفاد منها الكثير من هؤلاء، ولكنها لم تستكمل ولابد لها من ترقية والوصول إلى أن كل العائلات الجزائرية تصل إلى الحقيقة وتعرف يعني ماذا حدث، ويمكن بعد ذلك أن نطوي الصفحة ونستقبل المستقبل بالدروس التي يجب أن نأخذها كشعب ويجب أن يأخذ هذا النظام السياسي. أقول أنه للأسف الشديد أن هذا النظام السياسي الآن الذي يعني طبعا سيتحمل المسؤولية بحكم أنه هذا النظام ما زال إلى اليوم لا يوجد فيه تداول سلمي على السلطة، إلى اليوم أصبح هذه المأساة الوطنية يستخدمها لتخويف الجزائريين من أي تغيير سياسي من أي انتقاد ديمقراطي، ويفرمل حراكهم بالتخويف تارة وبالتخوين تارة أخرى، وعلى الجميع في الحقيقة أن يعني يقول إلى أخذ الدروس من هذه المأساة اللي رأي الآن يعني ماثلاتها في بعض البلدان الجارة في سوريا في اليمن في ليبيا في كل هذه الأقطار. طيب ماذا عن
بختي بالعيب. هل هذا شك تصريح وزير التجارة؟ نعم وزير التجارة بختي بالعيب وتصريحاته أنه مافيا تتغول عليه وعلى وزارته وأنه لا يستطيع حتى غلق بيتزيريا. والله ما صرح بي بختي بالعيب وزير التجارة. هو يعني في الحقيقة يعني قطرة في بحر في الفساد في الجزائر، يعني أصبح يعني سيد الموقف وأصبحت له سيادة وأصبح محمي وأتهيكل للأسف الشديد في بعض المؤسسات وقضاياه يعني يعرفها كل الجزائريين. بختي بالعيب فقط يعني أشار ربما في غصة بقيت له في قلبه أو في ذهنه أو في عقله لأنه لم يتمكن من غلق بيتزيريا للأسف الشديد. فكيف بمواطن يقول له وزير العدل إذا كان عندك ملف خذه إلى النيابة العامة؟ هل هذه النيابة العامة التي طلب منها نفس الوزير وزير العدل أن تحقق في دنيا فارس، ولكن تدخل الوزير الأول وقال هذه القضية صححت أخطاؤها وخلاص. هل من حق وزير الأول أن يوقف نائب عام في التحقيق في قضية فيها طيب. أركانها متوفرة، الوزير معترف والقضية واضحة. طيب وهناك قضية هنا سيد تيفور، هناك قضية هنا أثيرت قضية تضع أنه في قضية التحقيقات في اتهامات في ميناء الجزائر انه هناك تواطؤ قضاة، يعني فيما تطور والحديث عن قضاة مرتشين ومثل ما تكشف حتى الوزارة نفسها. والله لو اننا الان يعني نكتب يعني القضايا الفساد في الجزائر سواء اللي في الكور ولا اللي في الايروبور ولا في المؤسسات ولا في الشركات العموميه ولا الاقتصاديه والارقام الفلكيه التي نسمع عنها وفيها ادله والقضايا الكبرى التي اغلقت طريق السيار والخليفه وبعض القضايا الاخرى نستطيع ان نكتب موسوعه فساد. طيب خليك معنا سيتي فور لو سمحت تبقى معنا، الوقت يضغط علينا. ستار بن بعيبش في الأخير، ما رأيك خلاص صندوق ضبط الإيرادات الذي كنت تقول أنه سلال يتباهى به خلاص بح انتهى؟ الآن نحن أمام الأمر الواقع، في أموال كانت تأتي من الريع كانوا يتكلمون عن أفاق وعن تنمية وعن اقتصاد وعن مستقبل ظاهر لأن الخزينة كانت مملوءة بالدينار، وهذه الأموال لم تأتي من الإنتاج أو التنمية، لأن هذه الأموال لو كان يعني حولت إلى رأس مال حقيقي في الإنتاج والتنمية اليوم تأتي بالفائدة نتاعها. اليوم الصندوق فرغ، العين جفت، ما أمامنا الآن إلا الواقع، وهذا الواقع المصيبة الكبرى التي أخاف منها ودائما أقول هذا. ليست هذه الحكومة هي التي تستطيع أن تواجه الواقع، حكومة لا يصدقها مواطن ولا يتبعها ولا يؤمن بكل تصريحاتها، لهذا نقول لابد من التفكير في إيجاد حل قبل فوات الأوان. البلد راحت مشات، نحن في منحدر والوقت ضيق، والحل اللي ممكن يكون اليوم ما نقدروش نقوى غدا أو بعد غد. الآن سؤالي نطرحه على الحكومة، ماذا لديك بالمقابل؟ أنت كترة فقط كتلة الأجور 27 مليار ونصف 500 مليون دولار، راح بيحاولوا يبطوا على 25 مليار، والمداخل تاعنا لا تتجاوز 25 مليار من الآن من المحروقات. فبماذا تواجه؟ ما هي البديل اللي عندكم؟ اعطونا البديل. طيب. عملية حسابية مش كلام فضفاض، وتقول لي حاط احنا رانا حاسبين من 2019، معناه هم معولين اللي وصلوا 2019 ويروحوا يخليوا الجزائر في دمار. شكرا جزيلا لك طار بن بعيبش. انا شخصيا تفضل. انت شخصيا تفضل. انا اقول لك انني لا ارى حلا في الافاق الا بتدخل من الله عز وجل. شكرا جزيلا. اذا كان شاف هذا الشعب كاش ما يركضوا من هذا الحيطان. اما بيد الانسان يعني في الجزائر، لان السلطه متعنته، سلطه لا تسبع، مجموعات تكتلات بدون قياده بدون رئيس، هذا هو الخطوره اللي هضرنا عليها رانا نعيشوها. شكرا جزيلا لك. رانا ننتظر في شكرا جزيلا لك طار بن بعيبش رئيس حزب فجر جديد. ما رايك دكتور انور هدام في هذا
يعني هناك فعل كثير من يشاطر الراي الاستاذ طارق بن بعيب يذهبوا الى هذا الفاتاليزم، هذه القدريه انه الا ربي برك اذا تدخل واصلح الاوضاع، مع ما يقوله طارق بن بعيب هذا الاوتيزم، اوتيزم السلطه التي لا تسمع ولا تنظر، والقطار يمضي في اتجاه خطير. طبعا بطبيعة الحال يعني التدخل الرباني، لأنه ولكن الله سبحانه وتعالى قد تدخل في عندما أعطانا سنن في كيفية يعني تسيير شؤون المجتمعات والشعوب، بما يسمى عندنا في المصطلح السنن المنظورة، سنن الآفاق والأنفس. يعني ولذلك يعني نحن نقول بأنه لا يمكن تحقيق أي تحول اقتصادي في غياب تحول سياسي، لأن ليس من المنطق أن الذهنية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم هي التي سوف تجد الحل. ولذلك نحن لابد أن تكون لنا قراءة جيدة في سنن الأفاق وفي سنن الأنفس وما حدث عندنا من هذه الأوضاع الكارثية. حتى فالحل موجود بإذن الله تعالى، لأنه إن الجزائر لم تكن عقيمة. هنالك من يمكن، حتى مثلا أنا أشاطر ما جاء في تقريركم حتى سير براب، ولو اختلفوا معه في كثير من الأمور، ولكن مثلا من العيب أننا إلى اليوم لازل هنالك جدل حول استيراد سيارات 3 سنوات 5 سنوات، بدل ما أننا نتحدث عن جودة صناعة السيارات في الجزائر. ولما لا، وهنا ربما دكتور أنور هدام يعني في النقاش يفتح اتضح موقع تسيور الجغير أمس أو أول أمس جاب أنه طحكوت رجل الأعمال عنده هو الوكيل 9 علامات تجارية بينها 7 علامات تجارية صينية وشركة إيرانية كذلك. تصور حتى الجزائر تستورد السيارات من إيران، جزائر بموقعها بخيراتها وتحول الأموال إلى البعض يقول هذه سيارات ركاي لا تسوق في الخارج خردة، ويتم تحويل الأموال. ولذلك نحن لابد من تحويل هذه الذهنيه، لانه هذا الاقتصاد نتاع تاع 10% تاع 10% نتاع الاستيراد، يعني اقتصاد البازار، هذا هلك البلد. يعني والجزائر بامكانها، هل نحن ما عندناش عقول؟ عندنا عقول يمكن ان تقوم باقتصاد منتج ونافع. هل ما عندناش اليد العامله؟ مصانع السيارات في فرنسا اغلب عدد كبير منهم من شمال افريقيا. فالجزائر في اطار تكامل اقتصادي مغاربي يمكن لهذه المنطقه ان تقوم بالصناعه حقيقه في شتى. ولكن الا بالنسبه للطارق بن بعيب قال وقت انه ربما خلاص الامور لم يعد هناك وقت يكفي، يعني سيارات مثلا سيارة فولفو، شركة فولفو السويدية كانت تباع بالدولار الرمزي لأنها شركة مفلسة في 2008، ووحدة الأبحاث بمليارين ونص دولار، يعني أقل من تكلفة مسجد بوتفليقة العظيم. كان بإمكان الجزائر أن تشتري شركة كاملة فولفو. بيجو كانت بحاجة إلى شركاء اشترك فيها الصينيون الذين يبنون مسجد الجزائر العظيم، تبنيه شركة صينية فاسدة تحت موجودة في القائمة السوداء للبنك الدولي وتستفيد من أموال الجزائريين. كان يمكن الجزائر أن تستفيد من ذلك. هل ما زال الوقت أمام الجزائر تصر أم أنه طارق بن بعيب يخشى أنه خلاص الأمور بعيد الشر إلا إذا تدخلت العناية الإلهية؟ والله كما أسلفت، العناية الإلهية تدخلت كما تدخلت في السنن المسطوره في الكتاب والسنه، ما في كتاب جديد ولا نبي جديد، كذلك في السنن المنظوره هنالك سنن للقيام بمهام المجتمعات ولتغيير ما بين المجتمعات. علينا نحن اننا نرتقي الى هذا المستوى، وهنالك وهذا الخطاب الذي يمكن اننا نوجهه لصانع القرار الحقيقي. طيب سنعود اليك وتوزيع سأعود اليك دكتور انور، نختم معك. اعود اليك استاذ فاروق طيفور، ما رايك فيما كان يقوله استاذ طار بن بعيبش يعني اسفا على هذه الجزائر، وانه يبدو له يعني متشائم جدا حول مستقبل الجزائر، ما رايك في مقابل هناك من في جوابا على هذه يعني على هذه القدريه؟ أنا أقول نعم تفضل. انا يعني اشترك مع الاستاذ طاهر بن بعيبش في الوصف الحاله حقيقه، اننا نحن امام سلطه لا تستمع
وأمام سلطة ليس لها رؤية لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تخبط فيها البلاد، لأنها تعاني من كثير من الأزمات والاختلالات ظهرت وبدأت يعني الآن تبرز في الإعلام من خلال التراشقات بين الوزراء وعدم الانسجام في الخطط وما يعني حدث خطة بعد خطة، يوم اليوم كان مرسوم غدا كان مرسوم آخر. هذا التخبط كله يؤدي إلى ما كان يقوله هو السيد علش، ولكن أقول في نفس الوقت أن الأمر لا يتسع إلا إذا ضاق. والسلطة الجزائرية في الظاهرة السياسية تاعها منذ التاريخ أنها لا تخضع ولا تذهب إلى التغيير وإلى تحسين الأوضاع إلا بعد أن يكون هناك ضائقة كبيرة وكبيرة جدا. للأسف الشديد أقول هذا الكلام، ولكن على النخبة السياسية في الجزائر، على المواطن الجزائري أن يعي أن بلده في خطر، وأن هؤلاء لا يهمهم إلا نصاب بقائهم في الحكم. أعتقد أنه فيه يعني أمل في الجزائريين، فيه أمل في الكبر البشري الجزائري، في أمل كذلك في الخبراء الجزائريين الذين يوميا يقدمون الحلول لهذه السلطة ولكنها لا تستمع. أقول أنه في فرص متاحة في المستقبل. الآن احتياطي الصرف 120، نعم أقول أنه إذا كان من ذل احتياطي الصرف تحت 100 راحت الفرصة وأهدر الوقت، من أجل أننا نصنع رؤية تنموية حقيقية تعالج الأزمات اللي أصبحت يعني اللي أصبحت مزمنة في البلد في هذا النظام السياسي. يمكن يعني أننا نستعين كما كان يقول أنور هدام بسنن الموجودة في الكون وفي الأفاق من أجل أن نصنع الأمل لهذا البلد، نصنع الأمل لهذا الشعب الذي يأس من كل عملية تغيير ويخوف من كل خطاب يقول لهذه السلطة أنك مخطئة هنا وفي خلل هنا من أجل الإصلاح والتغيير. أعتقد أننا كما نحمل خطاب الوصف وخطاب التشخيص لابد أن نحمل كذلك خطاب الأمل. أشرت إلى النخبة، نصنع الحراك السلمي الذي يؤدي إلى التغيير وإلى الانتقال من هذه الحالة إلى الحالة الأخرى. أشرت إلى النخبة، ولكن هل هذه النخبة ليست هذه النخبة الآن منشغلة متخندقة في قضية بالغبريط؟ هناك من انتقد مثلا حركتكم حمص بتشكيل لجنة لدراسة لتربص أخطاء بالغبريط في مقابل نفس النظام الذي عين بالغبريط، جدل وصراعات داخل الحركة حركتكم كما يتردد للمشاركة في الانتخابات المقبلة وحتى بالحكومة بين أبو جرة ودكتور مقري. والله مسألة حتى المنظومة التربوية وبن غبريط والوزيرة التربية هذا في الحقيقة تشكل حالة إجماع داخل المجتمع الجزائري، ليس رأي فيها رأي لحركة المجتمع السن فقط، حركة المجتمع السن من طلائع المجتمع الجزائري في الدفاع عن الهوية. والحمد لله رب العالمين أنه حركة الإجماع هذه أدت إلى تحقيق يعني نتيجة كبيرة جدا من خلال سحب هذه القضايا من الدفاتر، وما تزال أقول لا أسميها معركة ولكن الحراك ما يزال يعني في حد إجماع الجزائريين على كثير من القضايا يمكن أن نشكل منها حراك لحماية البلد من المخاطر التي تهددها. أما حركة مجتمع السلم فحركة مجتمع السلم هي حركة ديمقراطية، حركة تخضع للوائحها، تخضع لنظمها، لا تليق بالآراء الموجودة هنا والموجودة هناك. أما الاستحقاقات القادمة فهي من اختصاص مؤسساتها الشورية التي يعني ستنسجم انسجام كلي مع المقاربة السياسية اللي رأسيها الحركة الآن، واكتساب عناصر القوة التي تجعل الحركة في موقع أحسن من أجل التدافع الإيجابي والسلمي لتحقيق تقدم آخر، وإلا سينسحب الجميع وينعزل الجميع، وهو قرة عين هذا النظام السياسي الذي يريد أن يصنع الفراغ ويصنع اليأس في الجزائريين، ونحن نريد أن نملأ هذا الفراغ ونريد كذلك أن نصنع الأمل من أجل أن يبقى الجزائريون في مقاومة مستمرة من أجل التغيير والإصلاح، وإلا لن سحب الجميع من الساحة. نحن نقول أن مقاربتنا السياسية الآن أن رهاننا على المجتمع الجزائري رهان كبير وكبير جدا، والشعب الجزائري لم يمت، ما يزال حي، تجمعه كثير من القضايا نراها يوما بعد يوم في المنظومة التربوية، في قانون الأسرة، في قضية فلسطين، في قضايا كبيرة جدا. الحراك موجود، يحتاج إلى التحام، يحتاج إلى تجميع، وقد تجمع في هيئة التشاور المتابعة وتجمع في التنسيقية وسيتجمع في أخرى أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات. ستبدأ معركة جديدة اللي هي يعني يكون أمام
الحقيقة. وأنا ذاك يعني يصحح الجميع إن شاء الله يعني من مقارباتهم. شكرا جزيلا. الجميع إلى أن يكون هناك توافق وطني حقيقي لمعالجة الأزمة الحقيقية وكذلك حماية البلد من هذه المنظومة وهذه المافيا. شكرا جزيلا لك فاروق تيفور. مهما كانت يعني طريقة تسيير هذه البلاد. شكرا لك فاروق تيفور القيادي في حركة حمص. دكتور أنور هدام أعود إليك في الأخير. تيفور كان يتحدث عن الشعب، طبعا إذا شعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر، ربما ردا على ما كان على هذه القدرية التي الكثير من الجزائريين مثل ما كان يقول الأستاذ طار بن بعيبش أصبحوا يؤمنون بها مع الوضع الذي تعيشه البلاد، ولكن الشعوب بحاجة إلى نخبة، ليس كذلك؟ النخب الجزائرية في مستوى هذه التطلعات التغيير أم أنها منشغلة كذلك تلعب بها نفس السلطة في قضية بن غبريت؟ هذه بارك الله فيك، وهذه النقطة الحق حساسة ومهمة جدا، لأن هذا ليس هناك التعارض بين الأمرين، لأنه ربما في خلط في الفهم القدرية. هذا قدر الله سبحانه وتعالى قد حكم وقد جعل سنن لتغيير المجتمعات، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني فهذا فكيف ونحن في حركة بناء الحضاري، الحركة الدعوية الأم، يعني الإخوة تخصصوا في هذا الموضوع، لأن القضية نحن لا قدر الله، يعني نحن لا لنا شك في قدر الله ولكن قد حكم في ذلك، فعلينا نحن الأخذ بالأسباب. وهذا الذي كان يقوله مالك بن نبي، يعني كما هو كان يتحدث في عصره عن القابلية للاحتلال والاستثمار، فنحن نتحدث عن قابلية للاستبداد. هذا اللي لازمنا نغير ما بأنفسنا، يعني وهذا يمكن قيام به. ففي الجزائر بخلاصة، يعني الجزائر هنالك حقيقة أزمة بنيوية، فهنالك تعطيل للطاقات، تعطيل للكفاءات، فلذلك نحن نطالب وندعو الذين بيدهم السلطة الفعلية الحقيقية أن يفتحوا المجال. الجزائر عندها، الجزائر لم تعقل، عندها الأطر، عندها إطارات كافية من كل التيارات، لأنه في الحقيقة الأمر، وأنا حتى نكون صريح في هذا الموضوع، التيارات كلها قد تشاركت في أو من ينتسبون لهذه التيارات والمشاركين في هذه العشرية والعشرين سنة الماضية في النظام الانقلابي شاركوا كلهم دون استثناء. يعني منكم كل التيارات، الإسلاميين والما يسمى بال الإسلاميين وغير الإسلاميين، الذين شاركوا وكن واضح الأمر، يعني أنهم ينتسبون كإسلاميين يعني للإسلاميين، فهم شاركوا في الفساد كذلك. فالقضية ليست قضية تيار ضد تيار، قضية أن هنالك الجزائر ولله الحمد في تنوع الشعب الجزائري هنالك كفاءات. على ذكر الكفاءات، مهم جدا أن نذكر هذه المعلومة دكتور أنور الدام، إسماعيل بوكومزيان الوزير السابق الخبير الاقتصادي يتحدث عن أنه هجرة الأدمغة كلفت الجزائر 105 مليارات دولار، يتحدث عن نصف مليون كادر جزائري، إطار جزائري تركوا البلاد في 30 سنة الماضية، نصف مليون. نعم، ولذلك هي في أزمة بنيوية حقيقة، يعني في تعطيل الكفاءات من أجل مآرب سياسية آنية أو رفع الراية الحمراء ضد ما يسمى بخطر الإسلام وكذا والإسلاميين، فهذا يعني وهي في الحقيقة كانت مآرب للفساد وللاسترزاق على حساب الشعب إلى آخره. فلذلك لابد من الهدوء ولابد من العودة إلى الذات، ونحن هذا الذي نحن ندعو إليه في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية، أننا ينبغي أن نقوم معا سلطة ومعارضة الذين هم جادين حقيقة في عمليه التغيير، اننا نقوم بهذا الامر، يعني لانه لا يمكن تحول اقتصادي لجعل حد لهذا النزيف. طيب. نزيف المقدرات بدون تحول سياسي حقيقي. شكرا جزيلا لك. دون تدخل اجنبي، هذا الامر الاساسي الذي نحن نسعى من اجله باذن الله تعالى. شكرا لك دكتور انور هدام رئيس حركه الحريه والعداله الاجتماعيه، كنت معنا عبر خدمه سكايب من واشنطن. الى هنا ناتي نهايه هذه الحلقه، مني ومن كل فريق البرنامج اجمل التحايا، الى اللقاء.